مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنشي. من أبرز مشروعات القوانين التي راجعتها الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني مشروع قانون العمل الخيري. مع النمو الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع مستوى معيشة الشعب، شهد قطاع الأعمال الخيرية في الصين تطورا سريعا، مع أنه لا يزال يعاني من العديد من المشاكل بسبب غياب تشريعات ذات الصلة. كيف يمكن للمظلة القانونية أن تدفع بقطاع الأعمال الخيرية الصيني للأمام؟ في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الأعمال الخيرية في الصين وأهم بنود مشروع قانون العمل الخيري مع ضيفين الكريمين في الاستوديو، وهما الدكتور فو جيمين أستاذ بجامعة بكين. مرحبا بكم أستاذ فو. وأيضا الدكتورة وي تشي رونغ أستاذة بجامعة دراسات دولية ببكين. مرحبا بك أيضا دكتورة. وقبل الحوار دعونا نتابع هذا التقرير. منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، خاصة منذ العقدين الأخيرين، شهد قطاع الأعمال الخيرية الصيني تطورا وازدهارا كبيرا، حيث يبلغ حاليا إجمالي حجم تبرعات 100 مليار يوان مقارنة بأقل من 10 مليارات يوان في عام 2006. وفي الوقت ذاته يواجه قطاع الأعمال الخيرية بعض الظواهر السلبية، إذ تعاني المؤسسات الخيرية من خلل إداري وعدم انتظام العمل وغياب آليات المراجعة الداخلية وغيرها. وبعد 10 سنوات من التقصي والدراسة، رفع مشروع قانون العمل الخيري لجمهورية الصين الشعبية إلى لجنة دائمة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب مرتين في أكتوبر وديسمبر عام 2015، ثم أحيل إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب في مارس الجاري. ويغطي مشروع القانون كافة المؤسسات الخيرية وتنظيم التبرعات والسندات والممتلكات والخدمات الخيرية وعلى نية المعلومات والإجراءات التحفيزية والمراجعة والإدارة والمسؤولية القانونية وغيرها من البنود المعنية. أستاذ فو، لعل أكبر مشكلة تواجه قطاع الأعمال الخيرية هي تكمن في ثقة المتبرعين بأن تصل أموالهم إلى مستحقيها ولا إلى الأغراض الأخرى. فبرأيكم هل سيقدم هذا القانون الجديد قانون العمل الخيري الضمانات اللازمة لهؤلاء المتبرعين؟ فعلى كل حال إذا كان هناك القانون فكل الناس يعني هم يعتقد أنه سيستطيع أن يحافظ على أمنه وعلى قضيته وعلى أعماله تحت هذا القانون. فإذا كان هناك قانون نحن نقول هذه المظلة هذه القوية، وإذا لم يكن هذه القانون فنحن لا نعرف كيف نشكو وإذا حدثت أي مشاكل. فهذا لهذا السبب يعني نحن قد ناقشنا لإصدار قانون الأعمال الخيرية منذ 10 سنوات، لأن نحن كما قلت قبل قليل أن قطاع الأعمال الخيرية قد شهد تطورا كبيرا جدا مع نمو الاقتصاد في الصين، وأيضا قد بلغت العدد أو بلغت كمية من التبرعات في الصين يعني يزداد كبيرة جدا. ولكن هذا الكمية من المبالغ من الفلوس، هذه التبرعات الكبيرة في حاجة إلى المحميات، وهذا هو القانون. ففي هذا المؤتمر في هذه السنة مؤتمرين المجلس نواب الشعب والمجلس الاستشاري السياسي يناقش هناك مواضيع كثيرة، وأهمها هذا هو إصدار قانون أعمال خيرية. فكما قلت قبل قليل يعني إذا كان هناك مثلا وقد جمع هذه التبرعات ونقل إلى أماكن آخر يعني في سنوات الماضية ليس هناك من يستطيع أن يعقبه حسب القانون، ولكن إذا صدر هذا القانون الأعمال الخيرية فنحن سنعمل سنجري الأعمال حسب القانون. فحسب القانون إذا كان هناك حتى الأشخاص حتى المؤسسات الخيرية إذا نقلت هذه التبرعات إلى أماكن آخر أو غير حسب الهدف المتبرعين فيجب عليها أن يعاقب التعقيب القانونية. وأيضا يعني لا يمكن أن بالنسبة إلى مشارك أو مثل مشارك أو مؤسسات أو إلى من يعني يوزع هذه التبرعات نفقات التبرعات، فيجب على كل المؤسسات الخيرية أن توزع
أو تجري هذه التبرعات حسب الهدف أو اتفاقية بين مؤسسات وبين متبرعين. وأيضا بالنسبة إلى هذه المشتركة أو لهذه الشركات أو مؤسسات يمكنها أن تقوم باستثمارات لكي زيادة هذه الفوائد لكي محافظة على قيمة هذه التبرعات، ولكن هذا مختلف، ولكن لابد نحن نأخذ موافقة من المتبرعين. إذا كان هناك مثلا ثلثي من المتبرعين يوافق على استثمارات فيمكن على هذه المؤسسة أو الشركات تقوم بهذه الاستثمارات، ولكن هو هدف الوحيد والأساس هو على المؤسسة وقطاع الأعمال الخيرية أن تحافظ أو تنفذ هذه التبرعات حسب اتفاقية بين المؤسسة والمتبرعين. نعم، وإضافة إلى توظيف أموال المتبرعين إلى أغراض بعيدة عن العمل الخيري، ثم ظواهر سلبية أخرى في بعض المؤسسات الخيرية مثل ارتفاع النفقات الإدارية داخل المؤسسات الخيرية. فأستاذ وي، هل يولي هذا القانون اهتماما كافيا بهذه النقطة أيضا؟ وما آلية مراجعة النفقات الإدارية داخل المؤسسات الخيرية؟ نعم، كما نعلم أن العمل الخيري في الصين قد شهد تقدما متسارعا، وتهدف البلاد إلى توحيد معاييره لقانون المؤسسات الخيرية. كما قالت فو يين المتحدثة باسم الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، إن قانون العمل الخيري يهدف إلى حماية حقوق المتبرعين والمحتاجين والمعاقبة على الاغتيال. والسؤال الذي طرحته قبل قليل، يعني كما قد أولى القانون العمل الخيري اهتماما بالغا بموضوع المراقبة أو نقول رقابة على عملية النفقات الإدارية، مثلا الناس في البند 72 من مسودة قانون العمل الخيري على ضرورة قيام منظمات الأعمال الخيرية بكشف معلوماتها وأعمالها علنيا وفقا لما يفرضه القانون، ويجب أن تكون عملية الكشف يعني كاملة وحقيقية وفورية. وكذلك الناس البند 75 كما يلي: على منظمات الأعمال الخيرية الكشف عن تقرير عملها سنوي يعني المجتمع بشكل علني، بما في ذلك التقرير المالي وأعمال التبرع التي أطلقتها وقيمة التبرعات التي جمعتها خلال عام كامل، إضافة إلى طريقة إدارة واستعمال وصول التبرعات والمشاريع الخيرية التي تتبناها المنظمة ورواتب وامتياز الموظفين. أرى أن كشف كل هذه المعلومات وفقا لل قوانين المنظمة سيساعد على الوقاية من الفساد، وسيفي بالمسؤولية الاجتماعية، وسيرفع القدرات الإدارية للمؤسسات الخيرية. وكذلك من ناحية آليات مراجعة النفقات الإدارية للمؤسسات الخيرية، فقد يعني ستقوم وزارة الشؤون المدنية بدورها الفعال لرقابة، فيتمثل في مثلا صياغة لوائح الإدارة والرقابة وفقا للقانون، وكذلك توجيه أعمال عمليات التبرع وإرشادها، وأيضا يعني سوف تضع الضوابط والشروط الشديدة المطلوبة اللازمة لمراقبة كل عمليات تتعلق بمثلا أسباب جمع تبرعات وطرق استخدام، وكذلك متعلقة بمثلا الحسابات الختامية والميزانية وما إلى ذلك. نعم، هذا حول إدارة ومراجعة المؤسسات الخيرية أو المنظمات الخيرية. أما بالنسبة إلى الأشخاص، كثيرا في الواقع كثيرا ما نرى على الإنترنت أو الوسائل الأخرى أشخاص ما يطالبون من الآخرين المساعدة والتبرع بأسباب ما، ولكن بعد
تنفيذ هذا القانون الجديد سوف يصبح هذا النوع من الطلب غير مشروع. فأستاذ فو، ما الأسباب وراء هذا البند، يعني حظر للأشخاص، يعني طلب التبرع إلى الآخرين، ويعني ماذا يمكن أن يفعل المحتاج للحصول على التبرع؟ نعم، الآن يعني كثير من الناس دائما يتحدث عن هذا الموضوع، إذا كان هناك شخص في حاجة إلى مساعدة، ولكن كيف يعني هو يطلب مساعدة من الآخرين؟ هل هو يستطيع أن يتبرع حسب شبكة الإنترنت لطلب من المساعدة من الآخرين؟ فربما قال بعد إصدار هذا القانون ربما هذا هو الفعاليات يكون غير شرعية، ولكن هذا هو ليس يعني حقيقي، لأن إذا كان هناك شخص في حاجة إلى طلبة وطلب من المساعدة حسب من شبكة الإنترنت، فيمكننا نحن سنساعده شخصيا بكمية صغيرة، مثلا يعني هناك من يقدم إليه كالعيدية كهدية يهدى إله لمساعدته، هذه يعني إذا كان الكمية ليس كبيرة فهذا ممكن نحن نقول هذه مساعدة وإهدائي، هذا هو ليس من التبرع. ولكن إذا كانت هذا الشخص في حاجة للمساعدة لمدة مستمرة، في حاجة مدة طويلة، ودائما هو طلب من التبرعات، فهذا لا يمكن أن يكون حسب شبكة الإنترنت، فلا بد أن يكون هناك يجمع هذه التبرعات حسب القانون. هذا القانون هو الشخص لا يستطيع أو يسمح أن يقوم بتبرعات عن أي طريق، لأن نحن نعرف بالنسبة إلى جمع التبرعات في هناك طرق كثيرة، فحسب حتى يعني عن شبكة الإنترنت عن حلقة الأصدقاء لا يمكن أيضا، فيجب عليه أن يذهب إلى شركة أو إلى مؤسسات خيرية التي ذات الأهلية لشهادة التبرع العلانية. فكل هذه المؤسسات أو قطاع الأعمال الخيرية يجب عليها أن تحصل على شهادة الأهلية لهذه التبرعات العلانية من مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية أو من اللوائح أو الإدارة المعينة. ما إذا كانت الشركة لم تحصل على هذه الشهادة لا يمكنه أن تقوم بالتبرعات العلانية عن أي طريق، مهما كانت هذه طريقة شبكة إنترنت أو طريقة يعني في الشوارع، هذا غير مسموح. وإذا كانت هذه الشركة حصلت على هذه الأهلية فيمكنها أن تقوم بهذه الإجراءات للحصول على تبرعات. حتى إذا كان هناك شخص في حاجة للمساعدة فيجب عليه أن يذهب إلى هذه الشركة المؤسسة تساعده في تقوم بهذه التبرعات العلنية من حسب طرق شبكة الإنترنت. هذا هو الطريق الوحيد يستطيع من الشخص أن يقوم به. ربما هذا الوقت الضيق هو يستطيع أن يطلب المساعدة من أهاله وأصدقائه بالكمية محدودة، ولكن إذا أراد أن تحصل هذه التبرعات الشرعية أو قانونية فهذا هو الطريق الوحيد، إذا إلى شركة ذات الأهلية وشهادة التبرع العلنية. نعم، وحول أهلية التبرع العلنية أستاذ وي، كما ينص مشروع القانون أن تقوم المؤسسات الخيرية المعترف بها والتي قد مضى على تأسيسها أكثر من سنتين تقديم طلب إلى الأجهزة المدنية المعنية بالحصول على أهلية تنظيم التبرع العلني، فما كانت القواعد المتبعة سابقا في الصين حول هذا الموضوع، يعني وما الاعتبارات المقصودة من وراء إصدار أهلية لتنظيم التبرع العلني؟ نعم، كما ذكرت إن البند 31 من مسودة قانون الأعمال الخيرية قد ينص على ما يلي. قال يمكن للمنظمات والأفراد الذين لا يمتلكون أهلية لجمع تبرعات أن يتعاونوا مع المنظمات التي تمتلك أهلية ممارسة تلك الأعمال، وفتح طلب علني لجمع التبرعات تحت اسم هذه المنظمات، وتقوم هذه الأخيرة بإدارة التبرعات التي تم جمعها. أرى أن هذا البند قد حدد الأنشطة الخيرية على مستوى القانون الوطني. أما القواعد الصينية المتبعة سابقا ألا وهي يعني لا يحق إلا لصندوق التبرعات
يعني ممارسة التبرع العلني، هذا من قبل، أما الآن قد حول أو نقول إصدار حق تنظيم الطلب التبرع العلني إلى المؤسسات الخيرية بشكل متساوي، يعني على حد سواء. وكذلك هناك اختلاف أيضا، كان في السابق عند تسجيل المؤسسات الخيرية أو نقول المنظمات الخيرية، في بداية تسجيلها قد تنقسم المنظمات إلى نوعين، أحدهما يعني يسمى بالمنظمات الخيرية المسموحة بتنظيم التبرع العلني، وثانيهما هو المنظمات الخيرية غير المسموحة بتنظيم التبرع العلني. أما الآن قد تحول هذه الوضع إلى ما إلى يعني الوضع الحالي، هذا يعني يمكن للمؤسسات أو نقول المنظمات الخيرية التي تنطبق على الشروط المطلوبة أن تقوم بهذه العملية. وأرى شخصيا أن يعني هذا البند سوف يوفر بيئة تنافسية مناسبة نقول للمؤسسات الخيرية، يعني مما ساهم في توزيع المورد أو نقول موارد العمل الخيرية، هذا من جهة بصورة معقولة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن حق تنظيم التبرع العلني كان يعد موارد عامة، ولكنه ظل محصورا لفترة طويلة على أيدي الصناديق الحكومية، مما ضيق مجال تنمية المنظمات الأهلية. أما هذا البند أو هذا التغير في مسودة قانون العمالة الخيرية سوف يقدم تأييدا كبيرا وفعالا للمؤسسات الخيرية الأهلية لمناسبة الصناديق الحكومية. نعم، وأيضا هناك موضوعات أخرى حول هذا المشروع لقانون العمل الخيري سوف نتحدث عنها بعد قليل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، الآن واصل الحديث حول مشروع قانون العمل الخيري في الصين. أستاذ فو، كما حسب هذا القانون الجديد أو مشروع القانون، أن الدولة سوف تقوم بتشجيع التبرع عن طريق الأفضلية الضريبية، سواء كان المتبرع شخصا عاديا أو شخصيات اعتبارية، فما تعليقكم على هذا البند؟ حسب يعني الهدف أو روح للتبرعات في الصين في الحضارة الصينية، فدائما نحن نقول إن نحن لا نطلب من أي فوائد من عائدة من المتبرعين إذا قام بهذه التبرعات. نعم. يعني ليس هناك من يريد أن يأخذ الفوائد والعائدة من هذه السلوكيات التبرعات. نعم. فهذا هو يعني الأساس وحضارة وثقافة، فعلا هذه صحيحة وهذا هو الحقيقة. ولكن إذا كان هناك شخص وإذا كان هناك مؤسسات أو إذا كان هناك أي شركات تريد أن تتبرع بهذه التبرعات وهذه النفقات الخيرية، فإذا كانت الحكومة تريد أن تشجع على أخذ وجمع هذه التبرعات، فيجب على الحكومة أن تفعل شيء، وهو أهم شيء، وهو نحن معافاة هذه الضرائب للتبرعات، هذا هو أهم شيء. فيعني من الواضح أن يعني نحن سنكتب هذه البند في هذا البند في القانون الأعمال الخيرية هذه المرة، فنحن سنعفي وأيضا سنخفف الضرائب لمن يتبرع في لأعمال الخيرية مهما كان هو شخص العادي ومهما كان شخص الاعتباري أو هو رجل قانوني، فيمكنه يعني يأخذ أفضلية الضريبة من العملية التبرعات. فهذا هو هذا موضوع مهم جدا بالنسبة إلي. ولكن بالنسبة إلي يعني أقول إن هذا ربما ليس كافيا، لأن في البند يعني في حصل على الأفضلية الضريبية ليس هناك الموضوع، ليس هناك موضوع بالتفاصيل، يعني كم كمية من الأفضلية يستطيع يأخذ الإنسان الشركات، يعني هل يمكن الحكومة تخفف إلى أي نتيجة وإلى أي نسبة ممكن يعني نحن هو لا يدفع؟ فهذا هو موضوع بتفاصيل غير مكتوب في هذا القانون. نعم. فيجب على علينا نحن سنكمل
بتفاصيله. فيعني نحن نعرف ان الامريكا هذه دولة دائما تنفذ القانون العمالقي منذ 20 او سنوات كثيرة، فهذه النموذج في تنفيذها لعملية خيرية. وايضا الموضوع التبرعات الخيرية في امريكا يعني تسير على النظام وايضا قانوني. فيعني حسب هذا القانون هناك المعلومة بتفاصيل في أي نسبة، مثلا هو شخص أو شركة يمكنه أن يعني يخفف من 15% حتى 30% من الضرائب لهذه التبرعات. وأيضا بالنسبة إلى التبرعات الوراثية بعد موت أو بعد وفاة هذه المتبرعين 100% لا تدفع 100 ولو واحد ولو ين واحد من الضريبة. فهذه يعني كل هذه المواضيع مكتوبة فيها بوضوح وبتفاصيل. فبالنسبة إلينا نحن علينا نحن إذا أردنا أن ننفذ هذا القانون فعلينا نحن سنوضح هذه المواضيع هذه المحتويات لكي نطمئن على متبرعين هذا الموضوع. أعتقد أن هذا البند أيضا يتعلق بقوانين أخرى حول الضرائب المختلفة. نعم صحيح. نعم. ربما في حاجة إلى تعديل بعض القوانين حول الضرائب حتى نكمل هذا البند في قانون العمل الخيري. نعم هذا القانون ليس وحده، فلابد أن يتعاون مع القوانين الأخرى. نعم. وأيضا موضوع السندات الخيارية، كما نعرف أن هناك قانون السندات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001 يتضمن بابا حول السندات الخيارية، لكن السندات الخيارية حتى الآن لم تخرج إلى النور في الصين بعد. وبعد تنفيذ قانون العمل الخيري الذي أيضا يتضمن بابا خاصا بسندات الخيارية، هل تتوقعين أن السندات الخيارية سوف تصبح واقعا مع تنفيذ هذا القانون؟ وأيضا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السندات الخيارية في المجتمع الصيني؟ نعم، حقيقة الأمر إن إزاء تبادؤ يعني ناجم عن نقول إن الاقتصاد الصيني قد شهد تطورا كبيرا، ولكن أيضا تواجهنا الضغوط الناتجة عن التبادؤ الاقتصادي. وفي هذا الظل يعني قد دعا رئيس مجلس الدولة لكوتيان في تقرير حكومة العمل يعني هناك دعوات كثيرة، مثلا إشراك ملايين من الناس في ريادة الأعمال، وكذلك تدبير الأموال في المشاريع المتعددة يعني نقول دعم تنمية الاقتصادية في الصين. لذلك يعني نقول إذا في هذه الخلفية لابد أن تكون السندات الخيرية تشهد تقدما ملحوظا تماشيا مع تطبيق قانون الأعمال الخيرية. ولكن لابد أن أعترف أن الصين حتى الآن لم تبني نظام التسجيل الموحد والمعيارية لنقول لضمان تنفيذ السندات الخيرية، وذلك يؤدي مباشرة إلى صعوبة اتخاذ مثلا السيارات والعقارات كممتلكات للسندات الخيرية. وكذلك لا يمكن أن ننفي أن نقصان الحوافز الضريبة، مثلا فقط في قانون الأعمال الخيرية ذكر بندا أن الحكومة أو الصين سوف تشجع على تنفيذ وتطبيق السندات الخيرية، ولكن لم تدع الخطط المفصلة أو الخطوات اللازمة يعني لتوضيع فيها مثلا أي أفضلية والامتيازات سوف تتمتع بها السندات الخيرية. مثلا الموضوع الحساس جدا وأيضا المهم الضريبة والضريبة المضافة، يعني وكيف نحدد طبيعة السندات الخيرية. فنحن نعتبرها كمنظمة أو اتحاد أو كأي شيء للإعفاء أو أن الضرائب وضريبة المضافة وما إلى ذلك. لذلك مثل يعني السندات الخيرية وغيرها من البنود فما زالت يحتاج إلى المزيد من الاكتمال.
نعم يعني نعم. يعني مثل البند حول الأفضلية الضريبية، هذا البند السندات الخيرية أيضا لم تكن للصين تجارب كافية في هذين المجالين كذلك. نعم. يعني مثل ما ذكرناها عند بداية الحوار أن مثلا هناك كثير من المتبرعين لا يثقون يعني هذا مثلا الحصة أو نقول التبرعات يمكن تستخدم في المجالات المعينة الخاصة المطلوبة لها، نسميها بنقصان المصداقية في هذا الصدد، فنحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء هذه الثقة لتنفيذ السندات الخيرية. يعني رغم أن الدراسة حول هذا القانون استغرقت 10 سنوات تقريبا، لكن الطريق ما زال طويل أمامنا في تنفيذ هذا القانون وتعديله وأيضا إكماله. وأيضا هناك بند حول التبرع الإلزامي، كما نعرف أن الصين في الماضي شهدت ظاهرة التبرع الإلزامي بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة عندما تقع كوارث طبيعية كبيرة في البلاد. أما هذا القانون الجديد فهو يمنع من هذا النوع من التبرع، لأن وأيضا نص صراحة أن التبرع عمل خيري يقدم عليه القادر من الناس بدون تدخل من أحد. لكن لابد أن نتساءل، لو حدثت كارثة طارئة في البلاد، طبعا لا نتمنى ذلك، هل سوف يشكل هذا القانون الجديد عقبة نتيجة لعزوف بعض الناس عن التبرع رغم من قدراتهم المالية؟ بالنسبة إلى هذه الشكوك، يعني دائما يعني أريد أن ألاحظ، يعني هل نحن سنحصل على التبرعات من الإلزامية أو من الإجبارية أو من المنظمات الحكومية، أو نحن سنشجع من المتبرعين أن يتبرع كما يعني من وعيه من تلقائه؟ فدائما كما قلت، يعني إذا حدثت مثلا زلزال في الصين أو إذا حدثت كوارث طبيعية، فدائما الحكومة تنظم منظمات أو تنظم نشاطات جماعية لكي مثلا لكي يعني يجمع هذه التبرعات، وطلب من الحكومة أو بدأ من المؤسسات الحكومية أن تتبرعوا، وطلب من الأهالي أن يتبرعوا، فيعني من هدف معينة. فهذا الموضوع يعني ممكن يحدث في المستقبل، ولكن هذه التبرعات ليس كما حسب القانون، ليس التبرعات من تلقاء أنفسنا، من وعينا، من حريتنا. فنحن نريد أن نجمع هذه التبرعات من تلقاء أنفسنا، من وعينا. فممكن نحن نجد هناك من الجرائد الأجنبية يكون هناك صفحة خاصة يعني تعلن الأسماء المتبرعين من يعني يوميات، ربما هذه الكمية صغيرة وما هذه الكمية الكبيرة. فيعني أنت أحرار، إذا أردت أن تتبرع في أي يعني وقت ممكن تتبرع. فالحكومة حتى جرائد تعلن أسماءه هناك. يعني هذا هو بالنسبة إلى التبرعات، هذا شيء مجيد، شيء نعم. شريفة، شيء يعني الموقف علينا نحن سنستحق بثنائه. فهذا هو الهدف للوضع هذا البند في هذا القانون. فلا يمكننا نحن سننفذ في أي مشروعات لتبرعات حسب الأسلوب الإلزامي وإجباري. فيجب على كل مهما كان الشخص ومهما كان المؤسسات أو مهما كان القطاع، فعليها أن تتبرع من تلقاء أنفسهم، من وعيهم. لا يمكن أن يجبرهم، أن نلزمهم أن يعني لهذه التبرعات. هذا يدل على أن نحن سنعود إلى هدفه، إلى قصده الأصيل للتبرعات العلنية والتبرعات من تلقاء أنفسنا. هذا شيء مهم جدا. فهذا يدل على أن القانون سيحافظ وأيضا سيحمي حقوق الإنسان. إذا كنت أن أريد أن أتبرع، ممكن أتبرع، وإذا لم أكن أريد أن أتبرع فيعني لا أريد أن أدفع ولو يوان واحد. هذا شيء يعني مهم جدا. فيعني إذا كانت هناك كل الناس، كل الحكومة تشجع كل الناس يتبرع، وإذا كان هذه التبرعات علنية